كشف تطبيق اللياقة البدنية سترافا الذي يعمل عبر خرائط حرارية تبين الطرق التي يوثقها المستخدمون عند تشغيل أو ركوب الدراجات عن قواعد عسكرية سرية في إسرائيل وحول العالم. كشف التطبيق فضلا عن دوريات الجنود معلومات حساسة عن القوات الأمريكية وحلفائها والقواعد العسكرية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في أفغانستان والعراق وسوريا. تشمل البيانات الحساسة التي كشف عنها التطبيق قاعدة عسكرية في منطقة ديمونا وطرق الدوريات بالقرب من قواعد القوات الجوية ودوريات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية. تظهر الخريطة الحرارية سترافا الطرق التي يستخدمها الجنود الذين غادروا القواعد ما يمكن جهات معادية تخطيط الهجمات والكمائن. أنا لن أتفاجأ إذا أخرج الجيش هذا التطبيق خارج الخدمة قريبا. يذكر أن الجيش يطور أنظمة داخلية كما هو الحال في المجال الخليوي، فمن الممكن أن يطور الجيش نظاما في هذا المجال. وجاء من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش أصدر سياسة استخدام الساعات الذكية والتي بموجبها يطلب من السيرفر عدم مشاركة الموقع والمعلومات المصنفة في تطبيقات من هذا النوع وكيفية استخدامها بطريقة آمنة لا تعرض نشاط الجيش الإسرائيلي والسلامة الشخصية للخطر.